أنا بحثت وطقصت واكتشفنا إن المتخصصين في مجال التربية والعلاقات الإنسانية قالوا إن في 5 طرق للتعبير عن الحب وسموهم لغات الحب الخمسة. ليه 5 مش 6؟ لا عشان كتير 6 يعني، فاهم؟ ليه مش 4؟ ما قليل بقى، 4 قليل عن ممكن تاخد 5 ومستوى رفيع. ماشي ممكن أخلص أبقى أجاوبك. أنا أحب الطالب اللي يسأل عموما، بس يعني أخلص وبعدين اتفضل. وسموهم طب انا مزنوق دلوقتي زنقه بايخه جدا، لان المفروض اتكلم عن الحب، والكلام عن الحب ده بيروح في سكه من الاثنين، يا اما نبره الصوت بتاعت الاستاذ اسامه منير اللي هي وبكل الحب ها نتكلم عن الحب، اللي هي السكه المعروفه دي، او في بقى الحته اللي هي الفنانه يسرى بالفستان الابيض المهفهف واللي هو روح للناس يا حب عشان انا مش فاضيه، فخد لفه وتعالى. يعني مزنق، انا ماليش في الحته دي قوي. انا بقلق من فكره الحب. ليه؟ لان انا دايما بلاقي الناس يقول لك انا بحب الورد ويقطفه، بحب الحيوانات وياكلها، بحب البيتزا ويعجنها ويدخلها الفرن ويفعصها فلما حد بيقول انا بحبك ببقى مش عارف انا رايح فين، يعني هيتعمل فيا ايه؟ اهلا بيكم في معسكر الفاميليا. احنا كلنا متاكدين ان احنا بنحب ولادنا، لكن هل احنا متاكدين ان ولادنا عارفين ان احنا بنحبهم؟ انا شخصيا مش متخصص، انا اب عادي جدا، جيت كامب هنا مع ويل سبرينج مره مع ابني ومره مع بنتي، وكانت تجربه جامده جدا وفرقت معايا جدا، وكنت متخيل وانا داخل الكامب ان ابني بيحب حاجه وطلع بيحب حاجه تانية خالص. يعني انا كنت متخيل انه بيحب الهدايا، فكنت بقى تمام شغال هدايا ومش عارف، كنت لسه حتى جايب عجله بالقسط ساعتها وجاي الكامب فرحان جدا بقى ان انا يعني عامل كل شغلي وانا 11 من 10 كأب وكده. طلع بيحب الاحضان والطبطبه والحته، طلعت دي اللغه بيحبها. طبعا انا بدفع قسط العجله لغايه دلوقتي ومش دي مشكله يعني، ولو كنت اعرف كده من الاول كنت قضيتها بوس واحضان وخلاص، وكان هيبقى سعيد اكتر. تحب نعرف مع بعض ايه هم الخمس طرق اللي ممكن نعبر بيهم عن الحب؟ اول طريقه الكلمات او التعبير اللفظي او جمل التشجيع. تاني حاجه الكواليتي تايم، الوقت الحقيقي. تالت طريقه الهدايا. رابع طريقه اعمال الخدمه والمساعده. خامس حاجه هي القرب والطبطبه واللمس والبوس والاحضان والحاجات الظريفه اللي انا شخصيا بحبها، ودي سعرها كويس جدا. اللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنحاول على قد ما نقدر بمنتهى البساطه ان احنا نحبهم. اللعبة دي عبارة عن متاهة، بنجيب الولاد نغملهم عينيهم ونشوف كل أب إزاي هيقدر يستخدم كلمات التشجيع اللي هي لغة من لغات الحب عشان يوجه ابنه ويخرج من المتاهة. يلا بينا. 1 2 برافو برافو برافو. كام ستوب ستريت تاني ستريت ستوب لف يمين بوف مين تمام برافو اكسل هايل. يلا كملي كملي ستريت زي ما انتي. اكتر حاجه بحس ان مليكة بتفهمها الايموشنز بكل صورها، احضان وبوس، كل دي بتفرق معاها جدا. بصي وصلتي شاطره يو ديد ات. برافو. ايه الشطاره دي؟ برافو عليك. بطل 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 على طول على طول. امشي امشي احسن البطل بطل. برافو ديفا. في اللعبة دي كل أب بيفضل قريب من ابنه محافظ على البالونة اللي ما بينهم لغاية ما يخرجوا من المتاهة، وده اختبار للغة الحب اللي هي القرب واللمس. قرب مني سنة وقف هنا. أنا اكتشفت إن ميكي أنضج مما كنت أتخيل. الطلاب بيبقى عامل إن هو كبير، بس أنا اكتشفت إن هو كبير أوي. برافو يا عسل. إكسلنت.
واحنا بنتكلم عن حبنا لاولادنا ففي عموما دي حاجه برضو علميه ان الطفل بعد سن 6 سنين بيبقى عنده لغه حب بيفضلها عن الحاجات التانية. مش معنى كان الحاجات التانية وحشه بس بقى في حاجه واحده بالنسبه له من الخمسه دول مؤثره جدا جدا بتخليه يبقى مبسوط اكتر من الحاجات التانية. مش واصله؟ كلمنا بيتزا يا استاذ احمد سهل كده. كلمكم بيتزا دي لغه الحب بتاعتك. نشرح تاني لغات الحب باستخدام البيتزا. عندنا مثلا الكلمات بتاعت كلمات الحب والتشجيع زي انك تقول الله ايه ده ايه البيتزا الفظيعه اللي انت عاملاها دي حبيبتي تسلم ايه ده ايه ده بيبروني ده ولا دي مش بيبروني لا ده تونه لا ممتاز يعني تحفه البيتزا تحفه. دي مثلا كلمات التشجيع. اللغه الثانيه مثلا الوقت النوعي اللي هو بقول لك ايه تيجي انا وانت نروح لوحدينا كده اسيب كل حاجه ونروح انا وانت نضرب بيتزا. دي معناها الحب بالوقت النوعي. في لغه حب ثانيه اللي هي الهدايا اللي هو غمض عينك افتح عينك اوبا بيتزا اهي دي. في اللغة الرابعة بقى اعمال الخدمة والمساعدة ان انا اقول لك حبيبي انت كنت عايز تدخل جوه تعمل بيتزا انا شايفك بتحاول كده وبتاع انا جهزت لك كل حاجة البيتزا جاهزة انا عملت لك الشيف شربيني بنفسي الحاجات على الفرن است الكل. اللغة الخامسة اللي هي اللمس والطبطبة والحاجات اللي هو حبيبي تعالى يا ابني يا سلام حضنك ده اجمل من حضن علبة البيتزا وهي لسه جاية سخنة فاهم فهو يبقى حاسس ان دي طبطبة وبتاع ودي لغة الحب اللي هو بيحبها. ده كده باختصار خمس لغات الحب. قعدت مع الأطفال عشان أعرف كل واحد بيتكلم أنهي لغة من لغات الحب. عايزك تساعديني. أنت بتشوفي كرتون؟ ساعات. في إيه شخصية كرتون تحبي يبقى باباكي؟ باتمان. باتمان؟ لا ما فيش؟ دلوقتي لو في حد أنت بتحبيه تعمل إيه عشان تعرفه أنه أنك بتحبه؟ ألعب معاه دجري بنط وحضنه وبقوله لا بحبه ناكل حاجة مع بعض. بياكلوا حاجه مع بعض؟ هو قطه زغزغ زغزغوني دي زغزغه القطه. هو مثلا لو كلب ممكن انا اجري وهو يجري من ورايا مثلا ولو بغبغان هو يسير ورايا. طب تحبي تتمشي مع بابا على بحيره زي دي كده يوم كامل وتقعدي معاه في مكان حلو كده زي ده ولا يجيب لك مثلا سكوتر كهرباء اقضي معاه؟ طب ولا يجيب لك ايفون؟ دي صعبه دي بقى. نقعد مع يوم ولا تخرجي مع بابا؟ الاثنين. يعني انا مثلا لما بابا بيحضنني ده بيفكرني على طول بالشوكولاته الدافيه كده في الشتاء كده. انت بيبقى حضن بابا شبه ايه؟ مفيش حاجه شبه كل حاجه. حضن بتاع بابا ده كل حاجه. فكرني بعد شرم الشيخ حب. مفيش حاجه شبه حضن بابا. لما بعلم بابايا بحس ان انا بسمع صوت البحر. يا سلام. برد بتدفى مش اكتر. طب في الحر لما بيحضنك بيحرر؟ ايوه انا كان بيحصل لي كده. هات بقى قعده شرم الشيخ عادي بيحررني. انا هنهزر. فايف ياه. ليه بقى لازم اعرف لغه الحب اللي ابني بيفضلها؟ اشمعنى؟ علشان ما امشيش في سكه غلط، يعني ما بقاش انا عمال اجيب هدايا واسافر واتشقلب واحوش وبتاع وعاوز شويه احضان وطبطبه، ما تبقاش انت مثلا قاعد واخده تتفسح واكل دماغه وعايز عجله، يعني فاهم؟ بعد شويه هيبتدي يكره الهدايا، ما يحبهاش، يبتدي الهديه بالنسبه له تبقى حاجه سلبيه، هو مش عايز هديه، هو عايزك انت. قبل ما نروح كل اب وابنه بيكتبوا جوابات لبعض. اللي حصل طول اليوم بيظهر في اللحظه دي وكانت هي اكبر مفاجاه في اليوم كله. شكرا يا بابا اللي انت جبت لي كل حاجه اللي انا بحبها. انا اسف لو مثلا زعقت مره معاك. شكرا ان انت كنت بتساعدني في كل الحاجات اللي انا كنت بحبها. أنا أسف من كل حاجة وحشة أنا عملتها في زمان. وبعدك إن أبقى حاجة كويسة في الجول كيبر. أنا هشكرك وأقول لك إن أنا مش هعمل أي حاجة غلط تاني. وعد إن أنا مش هزن تاني. وعدك إن أنت تبقى مبسوط بيا. أوعدك هسمع كلامك حبيبي. بحبك قوي. بحبك يا بابا. ميكي اسمع بقى الكلمتين دول. اوكي
انت عارف انا بحبك قد ايه، علشان كده انا هنا النهارده وعشان كده بكتب لك الكلام ده. اول حاجه عايزك تعرفي قد ايه انا بحبك، وهقول لك زي ما دايما بقول لك كل عيد ميلاد، انا محظوظ ان انت بنتي. من يوم ما اتولدت وانا ابتديت احب حياتي، انت كنت السبب الوحيد اللي بيخليني اقوم من النوم. عارف ليه؟ عشان عارف انك انت مستنيني عشان نكمل اللعب. اسف على كل مره وعدتك بحاجه وما قدرتش احقق اهالك، واسف على كل مره اتفقنا نعمل حاجه مع بعض وختفيت عشان الشغل. انا بعتذر لك عن كل مره كنت عايز تتكلم في حاجه وانا كنت تعبان وقلت لك انا تعبان مش قادر. اوعدك يا جون ان انا هقضي وقت معاك اكتر، واوعدك ان انا هتكلم بالراحه وانا زعلان. اوعدك ان عمري في يوم ما هقولك اني ضحيت عشانك باي حاجه، بالعكس انا اللي مديون لك بكل حاجه حلوه حصلت لي. انا فخور بكل حاجه انت بتعملها، وعلى فكره انا بتعلم منك كل يوم. انت احلى هديه ربنا اداها لي في حياتي كلها، وعلشان كده بحاول دايما احافظ عليك. نفسي اشوفك فرحانه ومبسوطه طول الوقت. انا فخور بيكي جدا لانك شاطره في اي حاجه بتعمليها. اخر حاجه اقولها لك اللي انا دايما هبقى في ظهرك، وعمرك ما تبقي في مشكله وانا معاكي، وان شاء الله دايما اخليكي مبسوطه وسعيده. بحبك يا جو. انت حبيبي، حبيبي يا مو، وافضل طول عمري احبك واحترمك. بحبك وربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا امي الصغيره وبنتي الجميله. ازاي نعرف لغة الحب الأفضل عند ولادنا؟ وبالمناسبة لغات الحب دي كمان للكبار، ده اختبار بيتعمل، هيظهر الرابط هيظهر هنا اهو. لا لا احنا حاطين حاجة هنا والله، في عندنا أباجورة هنا مش هيظهر هنا اهو. طب اوكي، يبقى الرابط هيظهر هنا اهو زي ما احنا شايفين. لا والله يمكن نجيب كنبة في الحتة دي. انتوا ايه؟ انا جاي في وقت غلط، معلش انا هجي لكم تاني يعني. طب هيظهر في عموما، هيظهر في يعني هنحطه تحت في اللينكات، هيبقى في المواضيع. ويا ريت نعمل سبسكريبشن ونشغل جرس الاشعار، وعشان عايزين نوصل ل 100,000 متفرج خلال فترة الحب. انا ما بحبش، مش عايز اقول كده، اعمل ايه؟ نجيب بيتزا. جت ورطة خلي معاه 100 شنطة فيها بس فانيلا كلنا. أنا بحثت وطقصت أنا وفريق الإعداد، فريق ضخم جدا طبعا، مكون من 3 موجودين هنا معانا. وفي ناس هنا معانا برضه زعلت. في ناس زعلت، حابسينهم جوه. بدنا شويه